الرحيم قبل أن إما سنة من دابش كردوا بسيبش سنة قولية سنة فعلية وسنة تقريرية سنة قولية من باسكر إسان وري باسكر دني سنة فعلية بذاين سنة فعلية شيئا أفرمي وهي ما فعله صلى الله عليه وسلم كأداء الصلاة بهيئاتها وأركانها سنة فعلية عبارة لو كردوي پیغمبر درودی خوایل سربه او یک پیغمبر کردبیتی عبارة لکردوی پیغمبر پیغمبر کربتی وکو جیب جی کردنی نویش به هیئات و به ارکانیه و یعنی به او شکلی که بو نویش وکو رکوع و سجود و همو اوانه نه هیئات سل برابری سنتا قرار گره اجی نویش مثلا ابعال و هیئات و ارکان او نه ومثل قضائه بشاهد واحد ويمين المدعي وهروكو أمك في غنبر جودي خايل السربي قزائي كردوة يعني شرعي بين خلقي كردوة حكمي شرعي بري وبردوة بشاهد يكو بسويني مدعيك هرشن بفي قرآن أبيدو شاهد بقري ولا في غنبر جودي خايل السربي للا يعني خوا وحقي تشريعي هيا حالبي او هاتوا مثلا لا قزايا دا حكمي كروتي بكابرا شاهد دهيا بالي شنو شاهد ولا يق نفر خوش اتواني سوين خوي بالي هاتوا شاهدك معرفي كردوا لفنا شاهدك سوينك خواردوا او سويني شي وك شاهدك حساو كردوا ونحو ذلك او سنة فعلي في غمبر صلى الله عليه وسلم ما نديوان وافعاله صلى الله عليه وسلم منها ما يكون مصدرا للتشريع ومنها ما لا يكون وكر دو كان في غمر دودي خايل سربي دو بشن بشي كان ابن بسر شاوة بو دارشتن ياسا بو داناني قانوني شرعي وبعد ذلك شي نابي بو دارشتن ياسا وهاك البيانة وبو او مبستة ام بيانة بكرة ام بيانك لو خارك ها نعم انا خذي البيانة يا كم يعني الف افعاله الجبليه افعال جبليه يعني شيء اي التي تصدر منه بحسب الطبيعه البشريه وبصفته انسانا يعني او كردوانا كرؤى دن لبيغمبره صلى الله عليه وسلم بفي سرشتي مروايتي وبصفتي اميك انسانا لرؤى دا نبى صفتي اويك في غنبره كالاكل والشرب والمشي والقعود ونحو ذلك وكو خواردن وخواردن وو بريرا رويشتن ودانشتن وما نندي امانه فهذه امجور كردوانا لا تدخل في باب التشريع شاكا امانه ناتشن ناوشوارشي وي تشريعوا الا على اعتبار اباحتها في حق المكلفين مگر بم اعتبار ام كردواني پیغمبر كلا خواردن و خواردن و امانه دا انجام داوا اتوانين مثلا مباح به لحق مكلف كان بوين مباح خب اباحه كلا اقسام حكم تكليفي حالوين فلا تجب متابعه الرسول في طريقه مباشرته لها فزيرا واجبني شوان قرتني پیغمبر درودي خويل سربيه لريقي لشيوي تاريخين الشيوة لشيوي مباشري في غنبر بو او كردوانا او شوني كرده مجوع يمكن او شوناني خوارده مجوع بخوي وان كان بعض الصحابة يحرص على هذه المتابعة هرج كعبد الله بن عمر هرج كومرد لصحابة لياراني في غنبر درودي خوان لسربي حرصي بو حريص بون باشا يعني بلين بتمعبون تمعي عن بوا ك عوض تامزروبون على قمند بون حاربين لسر او متابعه يعني حذيا بو متابعه بو حذيا كروشو في غنبرك ولا انا وكوكي وكو عبد الله كري عمر وهذه المتابعه امر حسن وام متابعه كصحابي كريوانا امر يكي جوانا اما نبى معنى او كبري واجب بي ثوابي شيني أمري مباح وعد مباح نخير إذا ما قباهيني أواك بلاي والله ما لبروا أنجامي أدم كبير غنبال كل دويتي ودي تسمية
جبل يعني بابرجا يعني مثلا لأولو كفاية دار لجبل ودي جبل جيجيرا أما جبل يعني خلقي طبيعي ببي أما لكثيك تعليم تعلم كا يعني بسير ببلايتي خوي إنسان خوي بعد ذكر دوية هلا أولو لمناوي مثلا شام مدرسنا شوي هشتا هيش كسيك هواستي كيفية فير نكردوها خوي خد بخد أو شتانا ايوه اوجه وجه باللي في عليه لجبل داني جيد ويلحق بهذا النوع في عدم اعتباره مصدرا للتشريع ما صدر عنه بمقتضى خبرته الإنسانية في الأمور الدنيوية وفي وند أبي بمن وعوى لوداك اعتبارنا أكريه لنظرنا جيري بسر شاوية بو تشريع شي ما أو ما فعل يلحق وكي أويك لبيغمبر وصادر بوا بمقتزاي كارشناسي إنساني أو خبري إنساني آقاهي إنساني يعني آقاهي بوكا إنسانة حياتي نبوكا بيغمبرة لأمور دنيائية عبد مثلا وكجي مثل تنظيم الجيوش والقيام بما يقتضيه تدبير الحرب وكو مثلا ريس كردنو نظم دان نظم بخشين با جيوش يعني ريكو بيا كردني سربازو لشكر وهروها انجام داني اوشتي كتدبيري جنگ راكيتي باشا تدبيري جنگري بريو بردني شر راكيتي والشؤون التجارة يعني والقيام بما يقتضيه شؤون التجارة اويكا كاروبار تجاري راكيتي ونحو ذلك فهذه الافعال امكوملا فعلانا كأذى البيغمبر كربيتي لا تعتبر تشريعا للأمة بعنوان تشريع بو أمة أو تشواني كردوا ليوا أمة أبواك شايد أويك لريكو بيكي أو أرتشا أو كاتا كربيتي إيسا مصلحة نبي بو نحوي أرتشاك حاربي كنوعي سلاح قرى ونوعي مشتكان فرخي كردوا أو لا تعتبر تشريعا للأمة بودي أن مبناها التجربة للوحي باشا شنك مبناي أوانا تجربة يعني أوشتيك أوانية لسان هلا شنين أكريت تجربة يغنط لتغمص رسولنا بأبشر لغير أموري تغمريتي كرا ويكذا للوحي يعني مبناي أمانة وحينية والرسول صلى الله عليه وسلم لم يلزم المسلمين بها وخدي في غمر خدودي قايل سربيه مسلماناني ناشار نكردوا بانجامي او كردوانك بمقتضى خم مسركان خبره انساني بوا متواجبين ولم يعتبرها من قبيل تشريع الاحكام ولا الريزي لدار ودسي تشريع احكامش حساوي نكردنا ولهذا هل برأويك لما أراد النزول بالمسلمين في مكان معين في غزوة بدر قال له بعض الصحابة أهذا منزل أنزلك الله فيه أم هو الرأي والحرب والمكيدة هل برأمي وقتك في غنبر صلى الله عليه وسلم أيويست مسلمانان قرار بدا داب زيني لشوينه كي دياري كرا ولا غزوي بدرا لشري بدرا بعض الياران پیغمبر صلى الله عليه وسلم ارزيان كر اي پیغمبري خلا ايا امن منزليك يعني محل دابزينيك كا انزلك الله فيه خلا ليرتوي دابزاندو ام هو الرأي والحرب والمكيدة يا اميك تو اي كي اما الرأي شخصية اما مربوط بشر ابي ومربوط بسياسة شرع به يعني فروفي عليك إنسان لشرع في ويست أنجامبه فقال صلى الله عليه وسلم يعني أويش لشرع معمولا نقشيك يايا فروفي عليك يايا بجوريك يواك سرد دجمن بشيواني كزور جاريه للرقي أو جو جاريه للرقي أو فروفي عليك ودجمن فريوخ أو منجرب بشكستي فقال صلى الله عليه وسلم بل هو الرأي والحرب والمكيدة فالوين نولا أما وحينية بلكو أما الرأي حرب ومكيدة هلوكو خود دلي حالبين يعني بنظري خوم
بله كأيما لقل أوانا بشر دين إير مناسب يبو شر كردن مثلا. فقال الصحابي أما صحابي كعرضي في غمريك أقر وعي أما وحينية منيش حقيق سكر دين من ببيع ليس هذا بمنزلي أما منزلني يعني شوينكي مناسبني أبو داب الزين. وأشار على الرسول صلى الله عليه وسلم بإنزال الجيش في مكان آخر عينه له. وأما جيدا يتغمر ذو لخيلة سربية بويك لشكركي داب زيني لشوينكي تراك أو بياو أو صحابي عينه له دياريك هو في غمر يابو جيشك عليه يابو إنزال جيشك يكتوني بوبردو باش بو اي شلون تيغمر بخسي اويتر على لي اسباب بينها للنبي صلى الله عليه وسلم لبرك وما هو كارك كك هو كاركاني رون كرده ابو تيغمر توصل فاخذ بقول تيغمر ام جخسك اي قبولك ويلحق بهذا النوع ايضا في عدم اعتباره مصدرا للتشريعي اثبات وقائع الدعوه التي ينظر فيها ولا حق بهذا من عود بالا لو ذاك اعتبارنا كريبا ستشاوى وتشريع ثابت كذني كوملا وقائعه يعني كوملا روداويك كهي دعوايك وقائعي دعوة يعني او واقعانيك مربوط بدعوان التي ينظر فيها اويك في غمر صلى الله عليه وسلم نزري تياكر دوا بوشي لان ذلك امر تقديري له شنك دياره وأمريكي تقديري بوا بو في غمر صلى الله عليه وسلم وليس تشريعا للأمة يعني بو خوي واتيك هاتوا نبغي تشريع بابو أمة بجي اي واش عواكا حاضبين بابي مثلا لا أربطة إثبات وقائع دعوة يعني مثلا أو دعوة يعني كالزمان في غمرها واقع بوا يعني واقعها كمربوط با أو دعوة يعني ككراونو ودوائك يا شكان هنا وتخدم في غمر صلى الله عليه وسلم نينك لو مثلا شون حكم كردني أو شو نقر مثلا أو حكمي كردني ما جت وين لرؤية دعوة زوري للدليل ومصدر شرعية تانية ما هل أو دعوة ينك الزمان في غمر في غمر كدويتي منتهانية واجب لي مثلا ببعضك لو شتان إيه مع مالكين فده بقى هو بارودوخ فرقك ممكنة باردوخ وهلو مرجك بيكا اقتزاي حكمتي تركع بوه موضوع لأن ذلك أمر تقدير يقوله وليس تشريعا للأمة وأما حكمه على فرض ثبوت وأما حكمه على فرض ثبوت وقائع الدعوة فهو تشريع للأمة أما أحكمك في غنبر أيكا لسال فرض ثبوت وقائع دعواك مثلا أواقع عنك دعواك مثلا أبوه ثابت ودعواك أم جاء في غمر الرؤية وحكمي كردوه فزي ما جلواني أو أبو جور حكمكين فهو تشريع للأمة فهو تشريع مدى ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر مثلكم فروين من هر تنيا بشريك موكو إيوا يعني فقد مروبك يوجي ومن وإنكم تختصمون إلي وإيوا إيش كي شكانتان أهيرين بولاي من كي شكانج أهل قيناك ولو لعل بعضكم أن يكون الحن بحجته من بعض شايد هنديكتان أعرابي الحن بي يعني لحن خوش بيان تربي ماشا خوش بيان تربي بو حجتك إخوي وتأو بلغيك هياتي جوان تبانيك أنا بعضي كتر ماشا أم جارة قاضي تحت تأثير قرار قريبا يجب من رأسك لا عطا درويشك وقتها فأقضي جاء أمجا لأيو أوكاكن وأمجا من قزاوات كم له بو أوكاسا بنحو ما أمجا من شي أكم قزاوات أكم بنحو ما أسمعو بويني أوي كأي بيسم نكوة تاني فمن قضيت له بشيء من حق أخيه جاء أقر أم قزاوتي من دوبه هوي أوكا حقية كي تركب بيه مثلا أقر من قزاوات مكر بو كسي كسيك من قزاوات بوكر بهوي قزاوتك وشتيك لحقي براك يمدابي يعني حقيكي يكيت المداب أو لبرأوك أو حجتك جوانت البيان كذو أو ترفكي نيتواني وحجتك جوانت البرية شاكا بظاهر حق بمبو أو لواقع عيشة أم شتك ثابت بو أبو أم بعلتي أويك الحق بو خوش بيانت البو أبو بياني دعواكي حاضرين
أو منا وأنا زاني كفتحي كردوة طلي خوش نبي فإنما أقطع له قطعة من النار أو من قطعة لأعور بوضري واه يعني وقت أعوصها مني أو قطعة لأعورة حاربي ومنع الحناء أقوم بها منه يعني باشر بيانك بيان كنا ذا تربية بوي وتقع إن تربية كاري قر تربية بوقيا وأقدر عليها وقدرتي زيادة تربية لسري متواجبين؟ أم جارة نوعي كيف الأفعال ما ثبت كونه من خواصه صلى الله عليه وسلم كردويك واك الثابت بوا بوني أو كردوية بوكا لتاي بدمن ديكاني بيغنبرة هندي كردوية هيا بيغنبر بتايبتي أو كردوية أنجام داو بوكا في تدروزنية وكو شي بسا فهو له وحده هو هاربو أويت إيما نكتنها سنة دنيا اختلاف بكين حرامي شاء نابي بكين ولا تشاركه الأمة فيه نابي أمة مشاركة يبكى كاختصاصه بالوصال في الصوم وصال للرجوع والله أمره بالرجوع بيوشويش بربان منك أو دوباره وشويش تلابه مثل دو رجل فديك يجن أخوة شوي والزيادة في النكاح على أربع كان مثلا أو بوي دروز بوا زيادة لشوار جنيبوها بلان بو خلقي تلوى دروزنية وغير ذلك مثلا كان لا يبجع ولا كاكا من نوشن يارب لبروس شن بيغمبر كريتي سنة بيغمبر نخيب اختصاصي بوه فهذه الأمور خاصة به أم جوالا كالانت هيبدو في غمر ولا يصح متابعة الرسول فيها ومتابعة في غمر جمانا صحيحني ففي النكاح قام الدليل على اقتصار الإباحة لحد أربع زوجات باشا مثلا النكاح الدليل هي لسر اقتصار إباحة لبوحة لكوا اقتصار بوا لحد أربع زوجات لمرذي شوار جنة مثلا مثنى وثلاثة والرباع إتوا حد دقيقتي حالوي له بزيادة الحق تاني وفي الوصال في الصوم ورد النهي عنه في حق الأمة ووصال الصوم مثلا النهي وارد هو كفرمية نافع نكه لو كان لك جيم ما عرف ويكبر ذلك أن فعله صلى الله عليه وسلم بيان لنص مجمل جاء في القرآن مثلا كردوي في غمر وزان راوك أم كردوي في غمر بيان نصك كنصك بمجملي لقرآن هاتوا باشا فبيانه تشريع للأمة بياني أو كردوة يعني أو كردوة كفي غمر أو بيانك أو بيانا أبيت تشريع بأمة يعني أشياء آواء عمل كريبه ونصى برداشتي في غمر لو نصى آوايا أبي برداشتي أوج آوابي ويثبت الحكم في حقنا وحكمك لحقنا ما سابد به ويكون حكم الفعل الذي صدر منه في هذه الحالة كحكم النص الذي بينه الفعل من الوجوب والندب وغيرهما وقت حكم فعل أو فعليك صادر بولا في غنبرة ولا محالة دا وحكم أو نصوايا كفعلك بياني كردوا جانا شي لوجوب ولا ندب ولا غير يوان يعني في غنبر درودي خوالة سردية أقر أو فعلا بوشي وبياني كركا فرمي مثلا أما واجبة يا أما مندوبة يا غير يواني إباحي مثلا بيان كر يا مثلا حرامي برداش كر كراهاتي برداش كر إيمش وجو رحمه فيك إيمش وان داعني متواجبين ويكون فعل بيانا للمجمل جاء فعل شون بياني مجمل أكا فعل وراء بياني مجمل إما بصريح المخالي يا بقولي صريح أو بقرائن الأحوال يا بقريني أحوال فمن الأول قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي يعني نيوش كم هل وقت شون من تاندي ونيوش كم أو حاضرين بياني مجمل مثلا يعني أول خوي تعالى فرمت أقيم الصلاة نيوش خوي خوي وتشو أم بياني مجمل أم هتا خوي نيوش خي كردا جا دوين نيوش كم جا فرمي دي نيوش كان وكم شو من تاندي يا قولي يا غمس خذوا عني مناسككم ومناسكي حجمية خوي يا غمر حج أنجم دعوة فرميتي أرجع عابيك مناسك أي مناسك الحج فأداؤه الصلاة بيان للصلاة التي أمرنا الله بها بقوله تعالى وأقيم الصلاة بياني أوه وأداؤه مناسك الحج بيان للحج المفروض علينا بقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا أما قرائن الحالي الدالة على البيان أو قرائنك دالة بالبيان فمثل قطعه أو أمره بقطع يد سارق من الكوع وكمك في غمر قطع دسي ذكر بيا مثلا أمري بقطع دسي ذابية لكوعة يعني لا ما شكى ببرنو أمانة فهذا الفعل بيان المراد من قوله
او فعلي في غنبره بياني مبستي خواي قوريا لم فرموديك فرمي والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما شن اقلوا انا بوايا شن قادر وتائره الدسي في وتعشان لفشان يدس من داتاش حاضرين وهذا على رأي من اعتبر النص القرآني الوارد بقطع اليد نصا مجملا اما لسري او كسكا او نص قرآني كوارد ومربوط بيدستا قطع دستا بمجمل دائمي هنا مثلا قولي قلق لا أشيلك أنا بباوة أو نسا مجملية مثلا هاتو بمطلقية ساقر إما في غمر بريد وخالة البخوية أو كارية نكر دائية بل أساسي وفي ما مدسي برون دي هاتش دس بيما عالي وعي بريدوها حارمي تقول مثلا ولا فعلا بكلية باشا أم هاتو تخصيصي دائما آوتا بس مجملية مجمل ويتي أولا معناك حالي نبي ها هو من معنى كي حال يبين شوان على دستي برن دي اگر مثلا قالي رو هلا نوكي پنجهو حتى اگر شام دستي بيالن دي اگر ايما في اغنبر دولي خواهد في خواهد وكارينا كده لشان دا مانا ترشيوه وانيا وانيا فس مخصيص اما من اعتبر اليد اللفظ المطلقة فانه اعتبر فعل النبي صلى مقيدا له مقيدي كده كاكا بلا دست بمطلقي وتراه بلا معلي وادي برن وهو أيضا بازم تقييدش من ضروب البيان هروك تبيين لضروب بيانة تبيين مجمل دي تقييد مطلقش هل ضروب بيانة بس واحد أمجال دال ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم ابتداء في غنبر خوي أنجامي دعوة ولي مسوكو أو يكبر آياتك نازل بيو بخاطر توزيح آياتك نعم هر خوي كردويكي أنجام دعوة ابتداء ولو وعرفت صفته الشرعية وصفتي الشرعي كردوكينا أسرعوا ومن وجوب وندب وإباحة على القبيلة فإنه هو تشريع للأمة أو تشريع أمته فيثبت حكم ما فعله في حق المكلفين أو تستعبد به حكم أو يكواتي غمرت جديد لحق المكلف كان شخوة تعالى فرمين لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة باشا براستي بو إيوا هيا لبيغنبري خواه درودي خواهي لسربية أسوة حسنة ما يتأسع باشا أسوة حسنة ألقويكي تشاك يعني بيرو كراويكي باش فاتو أسوة يعني بيرو كراو قدوة أسوة حالبي بابي أمجاري هي ما فعله صلى الله عليه وسلم لم تعرف صفته شرعيته كذلك يقول في غمر أنجامي داوة بلام صفتك إن ناس لاوة ولكن عرف أن في الفعل قصد القربة بلام أوزان لاوة كلام فعلاء بل قصد قربتها كقيامه ببعض العبادات دون مواظبة عليها وكما في غمر بعض عبادتك أنجام داوة بلام مواظبة إلى سبع كذبه فإن الفعل يكون مستحبا في عقل الأمة وأمدرت بالسبع وأما إذا لم يعرف الفعل قصد القربة أما أقل فعلك قصد قربة بدينة كريا لناسري فإن الفعل يكون دالا على إباحة في حق الأمة يعني مضاحة وما تشبكة كالمزارعة والبيع ونحو ذلك باشا أمجا ثالثا السنة التقريرية سنة تقريرية وهي سكوت النبي صلى الله عليه وسلم على إنكار قول أو فعل صدر في حضرته أو في غيبته أو علم به شاكا وتاني أنا يا كبير غمر ده دنبه لسر أما إنكاري قصيك يا فعلك كذل حزور يا صادر بوا يا أو ديار نبوا فعلك الصادر بوا ولد وعي بيزاني وبلان هدى نينا كذا فهذا السكوت يدل على جواز الفعل وإباحتي أو سكوت دليل لسر أو فعل جائز بوا مباح بوا ويا في غمر ده معك لأن الرسول عليه السلام لا يسكت عن باطل أو منكرين شكا في غمر درج قالت الباطل يا منكر بن اسكت لناكا ومن أمثلة هذا النوع من السنة سكوته وعدم إنكاره لعب الغلمان بالحراب في المسجد بيدنبون إنكار ذكرني في غمبرة شي لبرابر شي بيدنبوه إنكار شي نكردوه ولا كايا كردني غلمان جمنا الآن بسر بشها غلامان يعني تقريبا من الآن بالحراب بنيزا لكوية لنوم مزقوتة نعم بالحراب حراب ني زوجتي ووسيلة شر حاضر بين نحراب شو إنوات أكريش مشير بعدي شان كربي ليه أريه لا مزقوتة
وهروها وسكوت عن غناء جاريتين كانتا تغنيان بغناء حماسي في يوم عيد. ماشي. وذاك في غمر بيدن ولا أعواز خلندني دودا أنا كتش كتغنياني كأن خلند شي غناء حماسي أنا خلند للروج عيدة. جارية بكش بيدن زيان بعب. لا لازمنا جارية زور إيش يقول معنا كأني ما نكشة. لازمنا كحت من أوعد. ومثل السكوت في الدلالة على جواز الفعل هلوك السكوت وعيد بذلة جواز الفعل استبشار صلى الله عليه وسلم به جاري وعيد في غمرها تنيا لي بيدن وما جاري وعيد على ويأوك بيدن بودنناك كرد وكني عن جامد يكي شي خوشة خوش حاوي جبه أو إظهار الله عنه يا رزاياتي خوي ليد الأبري أو استحسانه له إنه أخوة كاري تشاكي كرده أعوام بل هذا الرضا أو الاستحسان أظهروا في دلالة على جواز الفعل من مجرد سكوته يعني أما دلالة باشتركة ويلاحظ هنا أن إباحة الفعل المستفادة من سكوت النبي صلى الله عليه وسلم لا تعني أن الفعل لا يكون إلا جائزا فقط قد يكون الفعل واجبا بدليل آخر نبه دليل بدليل يتغ مثلا وعلى هذا فمجرد سكوت النبي صلى الله عليه وسلم لا يفيد أكثر من إباحة الفعل يعني هاتنيا ساكت بوني في غنبر بوكر دوية أو سكوتا فقد تنهى مفيدي زيادة لإباحاني هذا فقد مفيدي إباحية هذا أقر بمعنى مثلا أو مندوب واجب بأبي بدليل تربي نبو دليلك في غنبر بيدن بولا بلا بريا سنتي سكوتي نائب دليل واجب واجب سكوتي في غمر دليل وجوب نية فقد دليل إباحية حاربين وقد يستفيد الفعل صفة الوجوب أو الندب من الآخر يعني سكوتك في غمر هيا لو قالوا كإباحة كأجياني بلا أمجر أو فعل وقد يستفيد الفعل باشا فعلك نية صفة وجوب يا صفة ندب للدليل يتلوها حاربين لا بس آيات يا حديث يا دلالة كارا سلوك بلا أفكر ذو واجب يا مندوب ما وفق لي شو